كان صاحبي وكان حبيبي. اي حاجه بتحصل لي كنت تعالي يا محمود. لحد الان مستنيه يدخل كده من الباب وجولاني جيت. انا بدور عليه في البيت كل لحظه بدور عليه لسه. خادم الجيش في الثوره وكنت بتمنى ان هو يبقى شهيد البلد. كنت بتمنى يبقى شهيد للبلد مش شهيد على دين كلاب زي دول. هو الكبير هو اللي كان عاين بينا وبيصرف علينا منهم لله. ده ذنبه في الدنيا نعيش معاه 7 سنين بس وننحرم منه. ده ذنبه في الدنيا ذنبه ان هو رجع طلع راجل محترم. قالوا له العوض على الله في شغل عمر وتربية وجواز وعلامة وكل حاجة. تعمل فيه كده وفي حضني اخويا ما نطقش ما دفعش عن روحه ما تكلمش. اتوقعوا انتوا رفيق عمري يموت في حضني ودمه يسيل على هدومي. قال لي عند الوقت مش راضي اغسل هدومي من دم اخويا مش لاقي حد استغيث بيه ولا ينجده. قال لو كنت لقيت حد ينجده كان اخويا زمانه عايش. مش لقيت حد. بقول الله ونعم بالله اللي حصل ونعم الوكيل فيهم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. هنعمل ايه نصيبنا كده. والله ما حصل حاجه ولا ابني كان ميل في المشاكل ولا بتاع مشاكل. ده بحوش بحوش اتنين بالشجر مع بعض بحوش عنهم بحوش وهم بلطجيه منهم لله منهم لله. يتبعوا يلو حرمونا منهم منهم لله. ابنك الوحيد ونعم الوكيل. ابنك الوحيد لا معايا اصغر منه. هو الكبير هو اللي كان عاين بينا وبيصرف علينا منهم لله. ربنا يصبر قلبك يا رب. انا عايزه اعرف ايه اللي حصل وايه الحكايه. بتخانق مع مين ولا حشمي؟ ابدا والله متخانقوا عادي. ما اعرفش اصلا انا ما حضرتش ما حضرتش. انت سمعت الخبر؟ اه اخوي جاي يخش عليا يجري قال حاجه اخويا انغز على الطريق وخدوه مش على المستشفى. على ما وصلت المستشفى قالوا لي العوض على الله. قالوا لي العوض على الله في شغل عمر وتربيه وجواز وعلامه وكل حاجه. قال لك العوض على الله. استفدت يعني بالعوض على الله دي؟ نعم بالله كل حقه. انا مش بطالب في غير الحق بس. انا مش عايزه غير الحق. انا عايزه حقه عايزه القصاص العادل. عايزه الحق بس. عايزهم ينعدموا كده ينعدموا. اتجوز بقاله قد ايه؟ بقاله 7 سنين. مع اولاد قد ايه؟ مع امك عندها 6 سنين ومحمد 3 سنين. يبارك فيهم يا رب ويصبر قلبك ويرحمه يا رب يا رب يا رب يا رب. انت استقبلت الخبر ازاي اللي قال اخوه الصغير؟ اخوه خش يجري عليا. الحاج يا ماما اخويا انخبط على الطريق. ازاي يا ابني ده مصلي الفجر وطالع. اخر مره شفته فيها صلي الفجر وطالع من الجامع واقف على الباب ملتزم بيصلي الحمد لله. عند ربنا انت ربيتي صح. ربيتي على يعني هو شهيد الشهامة. ربيتي على الشهامة وكان بيصلي وكان عارف ربنا ومتجوز خادم الجيش في الثورة. وكنت بتمنى ان هو يبقى شهيد البلد. كنت بتمنى يبقى شهيد للبلد مش شهيد على دين كلاب زي دول. الله ونعم الوكيل. طبعا انا مراعيه حزنها لان ده ابنها وكمان مقهوره جدا وتعبانه زي ما حضراتكم شايفين. ربنا يصبر قلبها يا رب. ربنا يصبر اهلها يا رب. طيب انا عايزاكي تقولي لي انت عايزه ايه طلباتك؟ انا مش عايزه حاجه غير القصاص. عايزه حق ابني عشان يبرد قلبي. والناس دولت انت تعرفهم؟ اه اعرف. هم من البلد وحراميه وبتاعت مخدرات وارهابيين وعاملين وكل حاجه. وابوهم اللي سلطهم ابوهم اللي سلطهم وقال لهم اقتلوا يلا موتوا يلا. هو ما عملش فيه حاجه. ابوهم كان محرض اي حاجه. ابوهم كان محرض ليه؟ اه. واخو شغال في دكان الجزاره قصد منه وهم جابوا سكاكين من محل الجزاره دي. اشتروا سكاكين ولا
السكاكين كانت موجودة في محل الجزورة، وهم فتحوا المحل وجابوا منه السكاكين عشان أخو شغل. يعني في سبق إسراء. هم اتمسكوا صح؟ اتمسكوا. شاكرين رجال الشرطة، الله يصلح حالهم يا رب، ما قصروش والله، ما قصروش، وقفوا جانبنا وجابوهم بأسرع وقت. القبض قبض عليه؟ قبض عليه. إن شاء الله يا أمي حقه رجع بإذن الله، تدموعك غالية علينا بإذن الله، حقه رجع إن شاء الله. مش عايزة إلا الحق والقصص العادل، أنا مش عايزة غير كده، أشوفهم يوم بس. ربنا يرحم الوكيل فيهم، ربنا يرحمه ويتقبله عند الله من الشهداء يا رب إن شاء الله يا رب. معايا زوجته دلوقتي، نتكلم معاها يا رب تقدر تكلمنا، لان البيت في حالة صعبة خالص، يعني الابن بارب اهله، هو اللي بيصرف عليهم، هو العائل الوحيد ليهم، ولكن يروح في شربة مية ليه؟ علشان خاطر اتربى صح، علشان خاطر يعني اي واحد دلوقتي يشوف خناقة خلاص هيبعد عنها ويقول انا مالي علشان ما تقتلش، انا مالي علشان يعني ما يجراليش حاجة، لكن زمن الشهامة انتهى للأسف الشديد. ومعايا دنيا زي ما انتوا شايفين، مرات المرحوم محمود، عندها 25 سنة في ريان شبابها، لسه اللي زيها متجوزش، ترملت على يد بلطجية حرموها من جوزها وحرموا أولادها من أبوهم. دنيا البقال الله تكد بقى على صوتك. قولي يا دنيا، انت استقبلت الخبر ازاي؟ أورد انا كنت عنده هو فرش على الطريق، مش بروح له، بس يعني عديت ما اعرفش ايه اللي وداني على هناك، والعيال جم صدفه ودتك على والله ما هو اصلا يعني طبعه لا ما تجيش وكده، مش عايزك تروحي له الشغل، مش عايز عنده الشهامه دي بزياده يعني. الا بعد هو مش سوق ده، هو فرش على الطريق، فبعدين ما يا دوبني وصلت البيت، بس هو قال لمحمد ابني بيقول عايز حاجه، محمود قال لي سلام، محمد ابني قال له عايز حاجة يا بابا، قال له سلام يا صاحبي، بس ما فيش. يا ابني جيت بقول لي الحاجة، جوزك مخبوط على الطريق، خلاص انا صوت في الشارع والجوزي مات، لما انخبط كده مات، عشان قال له محمد سلام يا صاحبي، كان بيودعه كان حاسس خلاص، وكل اللي كانوا انت رحت تقيل برضو كنت حاسة. هو عمالي يضحك كده زي الطيف، هم 7 سنين دول قدهم زي الطيف على الدنيا، بس ذنبه ايه؟ ذنبه ان هم مثلا 2 بتخانقوا وراح قال لهم عيب، ارجعوا ورا، خايف عليهم، خايف على الاولاد اللي موتوه، كان خايف عليهم، بيقول لهم ارجعوا ما تعملوش حاجه، ما تعملوش حاجه عشان يعني عشان مش يحصل لهم حاجه، خايف عليهم رجعهم ورا، وراح قعد مكانه ايه بالشومه على راسه هو قاعد بالشومه وبالسكينه، ليه مكان حتى الدم مكان جاد، انا معديه من عنده والله الدم مكانه، والله الدم مكانه، انا ما اعرف جوزي كان بيقعد فين على الطريق ولا كنت بروح له، بس اليوم الوحيد اللي انا اروح له عشان اعرف مكانه، ما عديت ببص على مكانه لقيت الدم مكانه، ولقيته غرقان دم، لما رحت له على المستشفى لقيته غرقان دم، دم الملايه اللي كانت معاه كلها دم، هدومه بحضنه هدومه كلها دم، والله ما يستاهل منهم كده، والله ما يستاهل منهم كده، ولا يستاهل من حد كده، حتى لو كان في الخناقه او ادى واحد قلم كانت نارها تبرد شويه، والله كانت نارها تبرد شويه، وحاش بينهم من غير اي يعني تدخل، هم قالوا حايش عنهم، بقولهم ارجعوا ورا، خايف عليهم، خايف عليهم عشان دول من العيله اللي موتوه، دول من العيله من عيلته، فحاشهم وقال لهم ارجعوا ورا، خايف عليهم، ذنبه يعني انت زي ان هم بيقولوا له انت ليه حشتنا، كنت سابتنا موتتهم، انت ليه يعني ده يروحوا يعني لا عشان ما هدوكم مشوا بقى، انت اللي رجعتنا ابوهم، روحوا موتوا بقى، يعني مش ده اللي رجعكوا، روحوا موتوا فرخه، الواحد بيذبح الفرخه، انا بخاف ابص لدم الفرخه وهي بتندبح، موتوا في حضن اخته، اخته كانت واقفه لسه معديه عليه، راح تسلم عليه وتشوف تصبح عليه، موديه بين الحضانه وبتعدي، ازيك يا حوده عامل ايه يا حبيبي ومش عارفه ايه، وبيكلموا بعض، لقيت كله في ثانيه، تقول لي في دقيقه واحده كان خلاص محمود، انا اخر مره يعني هو بينزل من هنا يروح على الجامع، ضربوه قدامها في حضنها، خدته في حضنها كده خلاص، بتقول لي محمود قال خلاص، الليلة محمود اتكلم ولا جري ولا دفع عن نفسه ولا عمل اي حاجة،
ولا اي حاجه عملها. هو نازل قال لك ايه اخر حاجه كانت هو بينزل وانا لسه نايمه، فهو عارفه هو بيطلع لان هو بيبقى حاطط الحاجات في المحل تحت، فبعدين خلاص ما سمعتش المحل انفتح، عارفه ان هو راح الجامع وداني معاه، يعني لسه المحل ما انفتحش، يا دوبك يروح يصلي ويجي ياخد حاجته ويمشي. رحت له على هناك، لما رحت له وخلاص واخر حاجه سمعتها سلام يا صاحبي ومكه بنت الشبط، انا هدني مع بابا يا ماما هدني، كنت اسيبها تشوف ايه، شوف غدره ابوها تعيش بها الزمن كله محصوره زينا كده، ولا هتشوف ايه بنتي؟ لا يعني الواحد مصدوم، مصدوم ان مشاكوا مشاكوا عشان خايف عليكوا تغدروا بيه هو. يا ريتكوا عورتوه، يا ريتكوا قطعتوا رجله وسبتوه قاعد في البيت في وسطنا، عملتوا فيه اي حاجه، مش في ثانيه كده كل خبطه تموت، اللي في ايده قطع شريانه واللي في قلبه واللي على راسه. ايه جرى ايه في الدنيا يا ولاد؟ هيجرى ايه؟ انا عايزه حاجه. لو شايفاهم تقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، واقول لهم في وشهم يوم ما اشوفهم كده اقول لهم انا جوزي مكتوب على قبره كده، كفايه كله بقول الشهيد ومكتوب على قبره الشهيد، وانتوا القتله حسبي الله ونعم الوكيل. هو ذنبه في الدنيا ان امه ربته محترم وابوه ربه محترم، طلع راجل محترم، ده ذنبه في الدنيا، ده ذنبه في الدنيا نعيش معاه 7 سنين بس وننحرم منه، ده ذنبه في الدنيا، ذنب ان هو رجع طلع راجل محترم. طب ما كان معاه لو هو في خناقه او هو عايز يتخانق، طب ما هو فارش على فاكهه ومعاه الموز ومعاه بتاع سكينه بتقطع فيها الموز، لو هو عارف نفسه ان هو هيتخانق كان دافع عن نفسه، كان معاه الموازين معاه اي حاجه معاه قفص، بس خلاص ده واحد قاعد على فرشه رايح ياكل عيش مش رايح يتخانق، واحد رايح يقعد على فرشه ورايح مش رايح يتخانق ورايح يعمل مشاكل، كان دافع عن نفسه باي حاجه، كان قدر ياخد حقه لو عارف ان دول جايين له او كده كان هيمسك قفص دافع عن نفسه، بس ما فيش اخوان، هم غدارين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. انا عايزه بس بعد ربنا الحكومه تقف جانبنا، مش عايزه غير كده، عايزه حقه يرجع، عايزة حاجة. كل حاجة بانت، كل حاجة بانت، يعني محمود غدرته دي بينت كل حاجة عنهم، طلع بتاعت مخدرات، طلعوا سارقين طفطف ومقتول فيها ناس، طلع كل حاجة في بيتهم، الحكومة كان هي اللي قالت لنا احنا لا شفنا ولا عرفنا، والله ما شفنا ولا عرفنا حاجة، شفتي كل حاجة كانت متدارية ازاي، وغدرة محمود ديت هي اللي بينت كل حاجة عشان ربنا يجيب له حقه الله، حقه رجع باذن الله، احنا كلنا ثقه في قضاء مصر، وطبعا رجال الداخليه عملوا لازم كله وقبضوا. ست واقفين جانبنا وقالوا لي في وشي كده احنا مش بننام الليل عشان خاطركم، عشان خاطر محمود، لا عرفوا محمود ولا شافوا محمود. حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله جوزك شهيد عند ربنا سبحانه وتعالى. ينحرموا من نعيم الدنيا زي ما حرمونا من محمود، عزمه ان كده وحرموا عياله منه، انا عياله والله بيقعدوا هنا لحد لما ابوهم يجي بالليل يناموا، انا بابا جوه كده واستنى بس فتحه الباب، مستنيه فتحه الباب بعد كده اطمن وبنام لما بيجي، اطمنت اللي هو دخل لحد الان مستنيه يدخل كده من الباب ويقول انا جيت، انا بدور عليه في البيت كل لحظه بدور عليه لسه مش متخيله ان ده محمود. ربنا يصبر قلبي، ربنا يصبر قلبي، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يصبر قلوبهم يا رب العالمين، ان شاء الله حقه راجع. كل الشكر والتقدير لرجال الداخليه والمباحث ابو حماد. دلوقتي هننتقل لاخته اللي اخوها مات في حضنها، كان الله في عونها، ربنا يا رب يصبرهم ويصبر قلبهم. لكم ان تتخيلوا ان الاخ يكون مع اخته قاعدين بيهزروا وفجاه يجي حد يغدر بيه ودمه يسيح وهو في حضنها، ربنا يصبرك وكان الله في عونك. شكرا. ايه اللي حصل؟ انا كنت مودية ابني على الحضانة ووديته ورجعت، مش بعدتي ان انا يعني ان انا امشي في الشارع اللي هو ان انا اطلع على الطريق ان انا في المكان. اللي حصل ده كله يعني خارج المعتاد، مراته راحت له على خارج المعتاد وانتي برضو رحتي له على حاجة كده،
حاسين. حتى انا لما بعوز منه فك على بيتي ولعيالي باخد منه من هنا من البيت، مش بروح له مكانه ده خالص. ما اعرفش ايه مش معنى النهارده اللي خلاه ان انا اروح عليه. لقيته بيشرب من فنجان قهوه في ايده. صباح الخير يا حودة، عامل ايه؟ قال لي صباح الخير يا معلم، زي ما هو يعني احنا بنقول لبعض. انت لسه جاي تفرش؟ يعني لسه جاي تقعد؟ قال لي لا والله، ده انا مصلي الفجر وجيت، يعني جبت زرعي وجبت حاجتي وجيت على هنا. قلت له ربنا يرزقك يا اخوي، عايز حاجه؟ قلت له لا، ما انا خدت منك، يعني خدت منه هنا في البيت بالليل. قال لي طيب ماشي. فبقول له ما تجيب حبه قهوه؟ قال لي انت فطرتي؟ قلت له لا. قال لي لا مش هديك. وراح مسك تفاحه، بس مسك التفاحه يعني مسحها في جسمه كله في هدوم محمود ما شاء الله عليه طويل، وكان بس كان قاعد مسح التفاحه. بصي كده كده كده، شفت اللي واحد بيليف روحه مسكته فبدهالي. وقعدنا نهز، تليفوني رن فبقول لي مين اللي بيرن عليك على الصبح؟ احنا اصطبحنا مش عارف ايه. قلت له سيبك منه، مش سيبك منه. لسه بناولني التفاحه لقيت الولد جاي من ورا نزل فوق وضرب. محمود قاعد كل اللي عمله بس انه حط ايده على راسه عشان الضرب ما يجيش على راسه. انا بحوش عنه مش قادره، ما فيش فضلت اصوت، ما فيش استغاثه، ما فيش اي حاجه. حد في الطريق؟ الطريق مليان ناس، مليان ناس، لان هو يعني فارش وفي اتنين جنبه كمان بيبيعوا خضار فارشين، والناس طالعه ان هي تشتري منهم. هم متعودين ان هم يعني ايه بيقعدوا في اليوم دوت، اللي عايز حاجه بيروح يجيبها. فالناس كتير والطفاطف واقفه وكل حاجه. فضلت اصوت واستغيث بحد، ما فيش حد بيستغيثه. محمود مش يستاهل كده، محمود مش بلطجي، محمود مش شمام، مش بتاع نسوان، مش خمرجي، مش يستاهل كده. محمود اللي يعرف محمود يفاديه بعينه كده وبروحه، مش يسيبوه ينضرب ويتصفى دمه في حضني. ما فيش حد بيشيله، ما فيش حد بيجرب علينا اصلا، ما فيش حد بيقول لنا انتوا بتعملوا ايه. اللي واقف يصور بتليفونه، واللي واقف يتفرج، واللي واقفه تصوت بصوته وبيعملوا بيستغيثونا، بس جربوا علينا. هو ذنبه ايه؟ ده كان بيحوش خناقه، ذنبه ايه؟ محمود ده رفيق عمري، يعني انا ليا اخته واخ غيره اصغر منا ب5 سنين وب7 سنين. يعني انا طلعت ما فيش الا انا وهو، ايدينا في ايدين بعض، كان صاحبي وكان حبيبي. اي حاجه بتحصل لي كنت تعالي يا محمود، شوف يا محمود جوزي عمل فيا ايه، يا محمود سيلفي شتمني، يا محمود اعمل لي. مش كنت بعرف اهلي حاجه؟ هو يجي يقف لي وحش عني، مش رفيقي وصاحبي وحبيبي، يجي علي يقول لي انت امي؟ اقول له من امك يا محمود وانت ابني؟ مش يستاهل كده، مش يستاهل الموتة ديت، مش يستاهل. هو شهيد واحتسبناه عند ربنا، بس مش على ايد الناس دي. ايه ذنبه؟ هم لا جيراننا لا في بيت ولا في غيط ولا في اي حاجه. هم من العيله بس فرع كده لوحده. دول ناس حراميه بيبيعوا بودره وبيبيعوا منجو، ودايما المشاكل مع اللي رايح واللي جاي، المشاكل مع اللي رايح واللي جاي. ليهم اكتر من 15 محضر في مركز الشرطه. بس احنا بنقول مش لنا دعوه، طالما مش بيتعرضوا لنا يبقى بلا منهم خالص، مش لنا دعوه بيهم. والله الولد اللي غزوا داود بيبقى معدي عليه وهو بيشرب كوبايه الشاي، بندهله وبقول له خد. والله ببقى حاطط الفاكهه كده يمد ايده ياكل، والله محمود ما بقول له حاجه. والله الولد اللي غزه دوت بيدخل عليا انا بيتي، اول ما بيدخل على مطبخي يعمل القهوه ويعمل الشيشه واللي نفسه فيه. ابن عمنا، مش بنفارجه، مش بنقول حاجه، انما تعمل فيه كده وفي حضني اخويا؟ ما نطقش، ما دفعش عن روحه، ما تكلمش. اتوقعوا انتوا رفيق عمري يموت في حضني ودمه يسيل على هدومي؟ قال لي عند المكتب مش راضي اغسل هدومي من دم اخويا، مش لاقي حد استغيث بيه ولا ينجده. قال لو كنت لقيت حد ينجده كان اخويا زمانه عايش. مش لقيت حد. الطعنه دي وصل لي للقلب، طعنه السكينه وصل عند القلب جوه. وبعدين اخويا بقى على الارض، قام قتل له شريان ايده. عشان ايه؟ عمل فيك ايه؟ والله يا استاذه طوب الارض حزين على محمود، والله لو شفتي مشهد جنازته والله العظيم تستغربي. والله اموره خلصت
الحمد لله الناس بتقعد باليومين والثلاثة في المستشفى. محمود ما كملش 24 ساعة في المستشفى، ما كملش. كنا مخلصين الطب الشرعي والغسل والكفن وكل حاجة، جينا هنا جنازة بسم الله ما شاء الله. بس عشان ايه، عشان ايه يحصل في ده كله؟ وفي حضني، في حضني ده حبيبي ونور عيني، حبيبي ونور عيني. يا ريت ابني ولا جوزي ولا يا ريتها كانت اجت فيا انا، وهو كان دانه في وسط عياله. حرام لما يسيب مراته عندها 25 سنة وتتأرمل كده، ولا ابنه عنده 3 سنين. حرام حرام. عشان ايه؟ والله عمره ما غلط في حد. شايفهم طولهم، مش هقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل زي ما ماما ومراته كده بيقولوا، لا ده انا كلهم بسناني. انا نفسي حد يعمل فيها معروف ووديني لهم مركز الشرطه. انا نفسي اشوفهم، نفسي اشوفهم، بس ابرد نوري من ناحيه اخويا. نفسي اشوفهم، عندي استعداد ادفع نص عمري واروح لهم مركز الشرطه بس عيني كده تشوفهم. مش عايزه اكتر من كده. صبر انا من خلالك بوجه رساله لوزير التربيه والتعليم، ابن عمتهم اللي كان متسطر عليهم موظف في المدرسه، انا عايزه ينفصل. امهم برضو موظفه في المدرسه، انا عايزها تنفصل. مش عايز، احنا خلاص ظهرنا انكسر وحياتنا اتدمرت وعياله اتيتمت وابويا ظهره انكسر خلاص. هو اللي كان، احنا 12 بنت وعمه، احنا 12 بنت وعمه، ابويا وحيد، مش له اخوات ولاد، مش له اخواتي ولاد، ولاد عمامه زي اخواته، بس اخويا اللي كان بيعين معين بيربي عياله. احنا مش محتاجين، مش محتاجين، ومش كنا محتاجين شغلانته دي. ابو فاتح له محل تحت، بس هو بيقول يا اخي استرزق وعين مع ابوكي وربي عيالي زي ما هو ربانا. انا ليا اخ عنده 18 سنه، كان المفروض يدخل بعد شهرين، كان المفروض يدخل بعد شهرين. هو طالع يسترزق يجيب لعياله لقمه عيش عشان يسيب ابوه باللي هو فيه. شايف ابوه بيجهز اخوه يسيب ابوه باللي هو فيه، مش هيبقى هو وعياله عبء على ابوه كمان. الله حقه رجع باذن الله. خلينا نشوف اخيرا مع والد محمود المنهار دلوقتي، ربنا يستر ان شاء الله ويقدر يتكلم معانا. ومعايا دلوقتي الحاج محمد ابو محمود، الابن الكبير البار بيه وبار والدته، اللي كان بيساعده في مصروف البيت علشان خاطر يجهز اخوه، يسيب للوالد يجهز اخوه التاني. فقال انا هاخد شغل اضافي او هشتغل شغلانة تانية علشان خاطر اساعد والدي. الاب قابلنا بانهيار شديد، ولكن ربنا يصبر قلبه ان شاء الله حقه راجع بالقانون. بقى لله يا حاج محمد. ونعم بالله يا استاذ. قابلت الخبر ازاي؟ انا حضرتك شغال في مصر وجالي تليفون ان ابني توفى. ما كنتش في البلد؟ لا ما كنتش في البلد، كنت في القاهرة. فجالي الخبر على التليفون ان ابني توفى. اخ ابن عمي جابني وجيب العربية، جينا على المستشفى على طول، ما اللي جينا قالوا لي البقاء لله. فاني يعني بتمنى. عرفت بقى يعني هو مات ازاي او كده؟ عرفت عرفت من التفاصيل من الناس اللي واقف، قالوا حصل ان نيازي وعياله تهجموا عليه وهو قاعد فارش، وضرب واحد ضرب على دماغه من ورا اغمى عليه، التاني جابله بالسكينه في قلبه. وما اقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ويا ريت صوتنا دوت يوصل للنائب العام، لرئاسه الجمهوريه، لاعلى سلطات في البلد ان شاء الله، وهم اللي هيجيبوا لنا حقنا ان شاء الله. وبرضه نشكر رجال الشرطه هنا اللي هم برضه وقفوا جنب منا وفي اسرع وقت كانوا جايبينهم ان شاء الله، وهم الوقت في التحقيقات بيحققوا معاهم ان شاء الله، وهم يجيبوا لنا حقنا ان شاء الله. ان شاء الله رجع باذن الله، هو عند ربنا شهيد ونحتسب عند الله شهيد ان شاء الله، وربنا يعيننا على اولاده ومصاريفهم ان شاء الله.